عايز أسأل حضرتك إعلامياً، اتفضل. هو ليه هذا العدو ما بينشرش عدد ضحاياه ولا المشاكل اللي بيمر بيها من اللي بالمقاومة بتعمله فيه، ولا السريخ والعياط والبهدلة اللي هم موجودين فيها؟ ليه هذا العدو إذا ما تسرب فيديوهات للجنود اللي انتحروا وهم على خط النار بيحذفها فوراً من على كل وسائل التواصل؟ ليه هذا العدو طول الوقت عايز ان فيديوهات الانكسار والضعف تبقى منتشرة عندنا عننا بايدينا؟ ليه؟ ليه لما تيجي تمسكي طفل في غزة وتلاقيه حواليه دمار من كل ناحية، الولد بيقول احنا مرابطين ومناصرين، وبيعلن في فيديوز وهو مبتسم حواليه الضرب احنا سامعينه، وحضرتك هنا بتنهاري وتأني وعايشة في كآبة ومش قادرة تشتغل كويس؟ بيعملوا كده. إذن هم هنا بيخططوا مش بس لاغتيال غير، هم بيخططوا لاغتيال عرب، بيخططوا لاغتيال جنسيات مختلفة بثقافات مختلفة بأعمار مختلفة من خلال نشر طاقة ذل تمتد إن الكلام ده ممكن يحصل فينا، إن الكلام ده ممكن ما يخلص، إن خلاص غزة خلصت والقضية اتصفت، إن الدول اللي حوالين غزة مش قادرة تفتح لهم معابر عشان خاطر يخشوا يقعدوا فيها. هم طول الوقت المتتبع لحيالهم النفسية الدنيئة يلاقي إن هم بيطبقوا خطط بعيدة المدى حتى وإن حققوا مكاسب بسيطة وصغيرة. بيشوف إزاي هو دخل ومتسلل وهو معلق على المراكب بتاعته، الألمان قتلوا أولادنا، بلاش يا فلسطينيين تقتلوا أحلامنا، بالأمان عندكم. كانوا بيقولوا لهم كده في 48، دلوقتي بيعملوا فيهم اللي احنا شايفينه، خطة طويلة وممنهجة، الهدف منها دلوقتي بث الرعب في نفوس أطفال العرب، عشان يطلع الطفل اللي بيشوف المشاهد دي وهو متأثر بيها خايف لا يتعمل فيه كده، على العكس تماماً لازم ندربه إنه يحصل. لما أشوف الحاجة دي تحولت الناس للجنة تحكيم لا شعورياً، هو بيعمل ده فيبدأ يشوف مين ناصر القضية من الفنانين والمشاهير، ومين طلع بستوري، ومين ركب السين، ومين خد المشهد، ويفضل شاغل نفسه بمين قال إيه، في حين إن قد يكون اللي احنا اتهمناهم بعدم نصرة القضية تبرعوا بمبالغ وعينيات احنا ما نقدرش نملكها. ليه تحولنا للجنة جلد مننا فينا؟ ليه بقينا بنطبق اللي هم عملوه فينا من سنين؟ فرق تسد. ليه بقى كل واحد مننا بيشوف التاني مختلف عنه في ايه؟ انت سنية انا شيعي، انت مسيحية انا مسلم، انت مصري انا ليبي، انت سعودي ما اقولش عليك سعودي اقول عليك كبسة، انت مصري ما اقولش عليك مصري اقول عليك طعمية، انت بتختلف مع ده، احنا كان بيننا ماتش احنا والجزائر فاكر لما اتخانقنا فيه. وابتدت الفرقة وسط العالم العربي بتكنيك ممنهج وسليم علميا جدا، الا انه نتائجه دنيئه ومنطقيه جدا.